طول الليل نقول رايحين على لحضراتكم. الخيمة، نعم رايحين على الخيمة رايحين وراجعين وجايين، من هو ده الخيمة. الاهم دلوقتي، ان يلا احنا نروح بينا. على خيمه الانتخابات ونشوف هنا معاه ايه. اتفضلي يا هنا. مرحب بيك كابتن اسلام، وطبعا بضيفك استاذ عصام شلتوت، وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ولسه مستمرين معاكم في تغطيه خاصه جدا لانتخابات النادي الاهلي، ومعي في هذه اللحظات بنت النادي الاهلي طبعا كابتن مروه عيد عبد الملك، لاعبه النادي الاهلي المحترفه الان في نيس الفرنسي لكره اليد. طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، والحقيقه مروه ان انت دايما بتكوني حريصه على التواجد داخل النادي الاهلي. انا حبيبتي برحب بيكي طبعا، وبرحب بقناه النادي الاهلي، ومبسوطه ان انا متواجده في قناه النادي الاهلي، وبرحب على كابتن اسلام الشاطر والاستاذ عصام شلتوت موجود في الاستوديو. طبعا النادي الاهلي بيتنا، ويعني طبيعي لما يكون النادي الاهلي محتاجني او كابتن بيبو مجلس الاداره محتاجني او كابتن بيبو محتاج الناس تقف جنبه، اكيد اول واحده هكون موجوده، لان كابتن بيبو ده مثل اعلى واب بالنسبه لي يعني. طبعا انت ادليتي بصوتك النهارده، عايزين تكلمينا بقى عن العمليه الانتخابيه، يعني هل استغرقت العديد من الوقت ولا لا، وايضا منذ دخولك من بوابه النادي. والله هي الدنيا زحمه طبعا النهارده جدا، بس التنظيم ماشي بشكل كويس قوي الحمد لله. كان في تكدس كبير، كان في ناس كتير جت طبعا، عارفين طبعا انتخابات النادي الاهلي نادي رقم واحد في مصر وفي افريقيا، فطبيعي الجمعيه العموميه جت النهارده بشكل كبير جدا 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 عشان تساند كابتن خطيب والقائمه بتاعته. فاعتقد ان اليوم ماشي بشكل كويس قوي الحمد لله رب العالمين، واتمنى شخصيا انا بساند كابتن خطيب وساند القائمه بتاعته، وان شاء الله كلنا نحتفل باذن الله رب العالمين بفوز كابتن خطيب والقائمه بتاعته، ونحتفل كلنا بكره ان شاء الله بمرور سنه على بطوله افريقيا، ماتش القاضيه، ممكن ماتش الاهلي والزمالك يعني، فان شاء الله نفرح كلنا بكره او النهارده بالليل ان شاء الله يعني. يعني يمكن احنا كلنا مجتمعين طبعا على حب النادي الاهلي، الاجواء داخل النادي اكثر من رائعه، عايزاكي بقى توصفي لي المشهد من وجهه نظرك. والله الاجواء حلوه جدا الصراحه يعني، انا شايف حتى التنافس بشكل شريف، هو ده النادي الاهلي، هي دي الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، النادي الاهلي معودنا على كده، الجمعيات العموميه بتاعت النادي الاهلي معودنا على كده دايما، حتى لو في تنافس التنافس دايما شريف، تنافس محترم جدا، الناس بعد ما خلصت الناس بتسلم على بعض، ما فيش مشكله خالص. هو ده النادي الاهلي، بكره الصبح هتلاقي كل الاعضاء، الناس اللي كسبت والناس اللي ما وافقتش هتلاقيها موجوده في النادي الاهلي وتحت امر النادي الاهلي في اي وقت. هو ده النادي الاهلي، هو ده عظمه النادي الاهلي، ودي مبادئ النادي الاهلي. يعني زي طبعا ما انت قلتي منظر في منتهى الرقي، عايزين في النهايه بقى رساله لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. والله رساله على الجمهور النادي الاهلي، يعني انا شايفه ان انتوا لازم تبقوا فخورين بناديكم، لازم تبقوا فخورين بمجلس الاداره اللي عندكم. الحمد لله في ال4 سنين اللي فاتوا حصل نتائج كتيره جدا جدا، سواء على الكوره او في النتائج حتى على المستوى الاجتماعي في النادي كمان. لازم تبقوا فخورين بالنادي، لازم تبقوا فخورين بكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وانا عندي ثقه عمياء في الجمعيه العموميه، ان شاء الله كابتن محمود الخطيب ينجح بالقائمه بتاعته ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن مروه. حبيبتي ميرسي جدا، ميرسي. يعني كابتن اسلام، ده كان لقائي مع طبعا نجمة وبنت النادي الاهلي كابتن مروه عيد عبد الملك، ولسه مستمرين